السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الدرس الثامن من الجرامر اللي هو الويشز. أولا وقبل كل شيء قبل ما نبدأ الدرس ديالنا خصنا نعرفوا الفرق ما بين الويشز، نعرفوا المعنى ديال الويشز أولا والفرق ما بين الويشز و هوب. الهوب كتعني الأمل، يعني كتمنى واحد الحاجة اللي كتكون ممكنة أنها تحقق. العكس ديال الويشز، الويشز هي واحد الحاجة اللي كانت اللي ديجا وقعات ولكن كتمنى أنه ما وقعاتش. يعني الويشز راه ما يمكنش تحقق، ولكن الهوب هي واحد الحاجه اللي ممكن تحقق مستقبلا. بالنسبه للويشز عندنا جوج انواع ديال الويشز، عندنا الويشز ان ذا باست والويشز ان ذا بريزنت. غنبداو بالويشز ان ذا بريزنت. ويشز ان ذا بريزنت ان جنرال ار يوزد تو اكسبريس ذات وي وانت ا سيتويشن ان ذا بريزنت انكلودين اول ذا تنسز اوف ذا بريزنت. يعني الويشز ان ذا بريزنت كيعنيو انك كتمنى واحد الحاجه توقع في البريزنت، اللي وقعت في البريزنت كتمنى انه توقع في البريزنت، كتطبق على جميع التنسز ديال البريزنت. يعني ملي كتلقى واحد التنس ديال البريزنت فواحد سيتويشن، الا كنتي غتحول هذيك السيتويشن من ستيتمنت لويش، تيخصك تصرف على هذا الاساس، على اساس انه هذيك ويشز ان ذا بريزنت، سواء كان بريزنت سيمبل، بريزنت كونتينوس، بريزنت بيرفكت، ولا بريزنت بيرفكت كونتينوس. هادشي غنعرفوه في الدرس. فور اكزامبل، اي دونت هاف انوف ماني ناو تو باي ذيس كار in the present. يعني دابا حاليا ما عنديش فلوس كافيين باش نشري هاد السياره هادي. ملي كنبغي نحول هاد ستيتمنت للويشز كنقول I wish I had enough money to buy this car. يعني كنتمنى لو كان عندي فلوس باش نشري هاد السياره هادي. يعني هنايا باش توضحكم الفكره، عندنا have اللي هو الفيرب مصرف في البريزنت، علاش؟ لحقاش عندنا don't راه كنا شرحناها في الاوكسيلاريز في الدرس الاول. don't بما انه كاين دونت ماشي ديدنت، بالتالي هذاك الفيرب اللي مورا دونت مصرف ان ذا سيمبل بريزنت، بالتالي هذه ويشز ان ذا بريزنت. بالنسبه للقاعده ديال ويشز ان ذا بريزنت، كما قلنا الويشز ان ذا بريزنت كيعني الفيرب، يعني الفعل ديال الستيتمنت ديال الجمله الاصليه تيكون مصرف في البريزنت، سواء بريزنت سيمبل، سواء بريزنت كونتينوس، سواء بريزنت بيرفكت، ولا بريزنت بيرفكت كونتينوس، كتسمى ويشز ان ذا بريزنت. ملي كنبغيو نحولوا هذه الجمله هذه من جملة عادية لواحد الويش، لواحد الأمنية، كنقولوا subject أو لا I wish أو لا if only، واحدة منهم، سواء نقولوا I wish أو لا نقولوا if only plus subject. subject اللي معني في هذيك statement plus the simple past، يعني الفعل ديال statement كينصرفوه في simple past. هذه القاعدة بسيطة ما فيهاش تعقيدات. عندنا كذلك الويشز in the past. بالنسبه للويشز ان ذا باست هي العكس ديال الويشز ان ذا بريزنت، ماشي العكس في المعنى، العكس في التنس. يعني غير الاولى ستيتمنت، يعني كنقول الجمله الاصليه فيها الفعل مصرف في البريزنت، هذه جمله ديال الستيتمنت، يعني ديال الجمله الاصليه تكون مصرف في السيمبل باست، بالتالي كتسمى ويشز ان ذا باست. ويشز ان ذا باست اور ريغريت كتسمى كذلك ريغريت، يعني ندم. I used to express that something already happened and we would see if it happened in a different way. يعني هو واحد الفعل اللي كان وقع، يعني وقع، ولكن كنتمنوا انه يكون وقع بواحد الشكل اللي هو مخالف او لا مغاير. يعني كنلقاو الفعل مصرف سواء في simple present او simple past او past continuous او past perfect او past perfect continuous. ماشي فقط نلقاو simple past، لا، يقدر نلقاو simple past، يقدر نلقاو past perfect، يقدر نلقاو past continuous، يقدر نلقاو past perfect continuous. يعني اي حاجه متعلقه في الباست كتسمى wishes in the past. For example, I didn't wear my jacket this morning and I got sick. And not in the past. حنا عندنا الverb wear كيبان لنا بحال مصرف، ولكن هو راه مصرف in the past لحقاش عندنا did. كنقولوا I didn't wear لحقاش ما نقدروش نديروا not مع wear. يعني بالتالي خصنا ندخل واحد الاوكسيلاري كما قلنا في الدرس ديال الاوكسيلاريز اللي هو to do. بما انه هذا الverb اصلا هو مصرف في الباست، بالتالي غياخذ هاد دو غادي ياخذ الزمن ديال وير، وكذلك غادي ياخذ نوت اللي هي النيجيشن، بالتالي نقولوا اي ديدنت وير. يعني هنايا وير كما قلنا مصرف ان ذا باست لحقاش ديد، حتى هو مصرف ان ذا باست. كنقولوا اي ويش اور اف اونلي اي هاد وورن ماي جاكيت ذيس مورنينغ. يعني عندنا الاكسبريشن ديال اي ويش اور اف اونلي بلس سبجكت بلس هاد بلس بلس بارتيبل، اللي غنشوفوا القاعده كذلك. مينين
I regret not wearing the jacket earlier and now I'm sick because of that action. يعني المعنى ديال الجملة أنني أنا البارح أو لهذا الصباح هذا ما لبست جاكيطة بالتالي ضربني البرد. يعني هنا ندمت لحقاش ما لبست هذيك جاكيطة. بالنسبة للرول القاعدة كتقول بالنسبة للويشز إن ذا باست كما قلنا كيكون عندنا subject أو لا I wish أو لا if only واحدة منهم I wish أو لا if only plus subject plus the past perfect يعني هاد plus the past participle اللي ما عقلش على past perfect ارجع للدرس ديال past perfect. هنا عندنا practice ولكن قبل ما نرجع نمشيو للبراكتيس غادي نعاودو واحد الشرح خفيف لهادشي اللي قلنا. دابا حنا الويشز عندنا جوج انواع ديال الويشز ويشز ان ذا بريزنت ويشز ان ذا باست. كيفاش كنقولوا هادي راه ويش ان ذا بريزنت وهادي راه ويش ان ذا باست؟ كنرجعوا للجمله الاصليه ولا ستيتمنت اللي حنا غادي نخرجوا منها هذيك الويش. كنشوفوا الفيرب ديال الجمله الاصليه الا كان متصرف الفيرب في البريزنت سواء كما قلنا سيمبل بريزنت بريزنت كونتينوس بريزنت بيرفكت او لا بريزنت بيرفكت كونتينوس بالتالي هذيك كتسمى a wish in the present. الا غنحولوها حنايا باش تولي wish غنطبقوا هذه القاعده هذه I wish or if only plus subject plus simple past يعني البريزنت كيولي simple past بكل بساطه. الا لقينا في الجمله ديال statement يعني الجمله الاصليه لقينا فيها الفيرب مصرف in the past كتسمى a wish in the past والباست كيولي past perfect يعني راه بسيطه بنادم ما يتلفش. يعني ماشي نقول لك واش ان ذا باست متطبق على الباست بيرفكت على الفيرب ديال ستيتمنت لا. بالنسبه لهاد القواعد هادي راه مشتركه ما بين ديال ريبورت سبيشال غنوصلوا عليها. كذلك هاد الويش راه غيتعاود في واحد الدرس ديال الفانكشنز اللي هو ميكين او ويش راه كاين في الدرس ديال الفانكشنز. دابا غنزول براكتيس باش نفهموا الدرس بشكل افضل. بالنسبه للسؤال الاول write the correct form of the verb. دابا عندنا الverb ياك غادي نصرف غادي نحطو ال correct form ديالو يعني هنا غادي نصرفو الverb صافي فقط. هنا عندنا I wish I وعندنا الverb have. دابا هادي أصلا كاينة wish بالتالي كاينة واحد القاعدة ما خاصها تكون سواء wish in the present أو لا in the past. احنا هنايا ما عطيتكمش انايا مثلا الفيرب مصرف اصلا باش تخرجوا منه يعني واش الويش مصرفه في البريزنت اور الباست لا. ولكن كاينه اكسبريشنز اللي غتعاونكم باش تعرفوا واش هذيك ويشز ان ذا بريزنت اور ويشز ان ذا باست. احنا عندنا اي ويش اي هنا الفيرب هاف ولا غنصرفوا ولكن هنا توداي اوف يعني اليوم دابا بالتالي هذه ويشز ان ذا بريزنت بالتالي غنطبقوا هذه القاعده I wish or if only plus subject plus simple past. يعني هنا غنديرو simple past ديال هاف اللي هي هاد I wish I had. الجملة الثانية عندنا نفس الفعل نفس الاكسبريشن ولكن أني yesterday يعني البارح بالتالي هادي wishes in the past بالتالي غنصرفو هنايا فاش في الباست perfect. لحقاش قلنا wishes in the past كنديرو I wish or if only plus subject plus the past perfect اللي هو had plus the past participle. إذن نديرو هنايا I wish I had plus the past participle ديال have اللي هي had. I wish I had had yesterday of. واحد القضية في اللغة الإنجليزية راه عادي أنك تقول had had ما فيها حتى شي مشكل. كاين الناس اللي كتبان لهم في شكل تيسحب راسو دير واحد الخطأ في الجواب راه عادية جدا. بالنسبة لثانيا نفس الطريقة هنا عندنا now وهنا عندنا few minutes ago يعني هذه present هذه past بالتالي هنا غنديرو simple past. شنو هو simple past ديال now؟ هو new عوض او غنديرو او لحقاش regular verb. وهنا غنديرو past perfect اللي هو had known. الباست بارتيسيبل ديال نو هي نون مع ان في الاخر. نفس الحاجه هنايا هنا عندنا توداي وهنا يسترداي بالتالي هنايا سيمبل يعني الويشز ان ذا بريزنت هنا الويشز ان ذا باست هنا غنديرو سيمبل باست هنا باست بيرفكت. اذا غنقولو شي كلين لحقاش هذا ريغولار فيرب غنزيدوه ايدي وهنايا هاد كليند يعني انا كنجاوب بسرعه باش كنحاول الفيديو يكون اقصر ما يمكن. رابعا
if only نفس الحاجة عندنا سماش غارليك يعني دابا، وهنايا سماش غارليك لاست نايت يعني ما عندناش الوقت، بالتالي هذا كيهضر عليها دابا، ولكن هنا قلنا لاست نايت يعني البارح، بالتالي هذا البريزنت وهذا الباست. يعني غنقولوا هنايا عندنا نوت ايت، نورمالمون غنديروا اف اونلي هي ايت، بالتالي سيمبل باست. لحقاش في القاعده ديال الوشز ان ذا بريزنت عاوتاني كما قلنا اي ويش ولا اف اونلي بلس سبجكت بلس سيمبل باست، ولكن هنايا ما غاديش نديروا ايت نوت. قلنا في الدرس ديال النيجيشن نوت ما كتمشيش مع اي فيرب كما كان، يعني ضروري كندخل الاوزلاري. شنو هو الاوزلاري؟ ندخلوا هو الفيرب هو الفيرب تو دو، يعني نقولوا اف اونلي هي ديد نوت ايت ايت. واخا تيبان لكم هكا دابا راه مصرف سيمبل باست، لحقاش عندنا ديد، ديد كياخذ النيجيشن وكياخذ الزمن ديال الفيرب. هنايا عندنا نوت ايت، ولكن هنا غنصرفوا الباست بيرفكت. الباست بيرفكت هو هاد، وغنزيدو هاديك النوت لحقاش هاد كيجي معاها نوت ماشي مشكل. ايتن، وهكذا غنكونو جاوبنا على التمرين الاول. دابا غنمشيو للتمرين الثاني اللي هو دابا هذا غير تدريب فقط على التمارين ديال الوشز. بالنسبه للامتحانات ولا يعني السيتويشنز اللي كندخلو فيهم حنايا الوشز هما هادو، هكا كتحط التمرين سواء في الامتحان سواء في اي تمرين، هكا كذا كتحط. في التمرين الثاني عندنا 4 ديال الجمل، كل جمله فيها ستيتمنت الاصليه، وغنحولوها حنايا للوش. هنا عندنا ماي بيست فريند ازنت هير، دابا عندنا اف اونلي، بالتالي هذه ويش، بالتالي خاصنا نحولوها لواحد الامنيه. اول حاجه غنديروها هي غنقلبوا على الفيرب، الفيرب هو از، غنشوف الفيرب فاش مصرف، مصرف ان ذا بريزنت، بالتالي هذه ويشز ان ذا بريزنت، بالتالي غنطبقوا عليه هذه القاعده هذه اي ويش او اف اونلي بلس سبجكت بلس سيمبل باست، يعني هذاك از غادي يرجع في سيمبل باست. اذا غادي نقولوا اف اونلي ماي بيست فريند او لا هي، نقولوا حنا ماي بيست فريند باش ما تلفوش، ماي بيست فريند از هير، لا عفوا واز هير، يعني از غادي يولي في سيمبل باست. غتقول لي بلاتي راه كاينه نوت علاش ما درتيهاش؟ هنا في الويشز عندهم نفس المبدا ديال الكونديشن، غير باش نقربكم من الصوره. دابا ما بيست فريند ازنت هير، يعني الصديق ديالي ما كاينش هنايا. اشنو غتمنى؟ غتمنى لو كان الصديق ديالك هنا، يعني هو راه ما كانش، غتمنى كون كان، بالتالي هذيك نوت هذيك ما كانش حيدناها. علاش؟ لحقاش غتمنى العكس، ماشي هو ما كاينش وغتمنى انه ما كانش، راه ما يمكنش، ديما غتمنى العكس. بحالها بحال الكونديشنال تايب 3، يعني بكل بساطه الا لقيتي نوت هنايا حيدها، إذا لقيتي نوت هنايا حيدها. بالنسبة إلا ما لقيتيهاش على حسب، تتبقى نسبية، يمكن تزيدها يمكن ما تزيدهاش حسب المعنى ديال الجملة. نمشيو للمثال الثاني. She lives in Istanbul and she hates it، يعني هاد الأنسة ولا هاد السيدة عايشة في إسطنبول وكتكرهها. She wishes، أول حاجة قلنا غنقلبوا على الفيرب، فين هو الفيرب؟ هو lives، lives مصرف in the present، بالتالي هادي wishes in the present اللي غنصرفها في simple past. إذن نقولوا she wishes، غنتبع السبجكت اللي هو she، غنمشي غنزيدو الفيرب. هنايا قال لك عايشة في اسطنبول وما حاملهاش، يعني غتمنى كون ما كانش عيسى عايشة في اسطنبول، بالتالي غادي نقولوا she wishes she didn't أو لا did not live in Istanbul. علاش؟ لحقاش هي غتمنى لو كان ما كانش كتعيش فيها، يعني هنايا كان ما كانش نوت حنا زدناها باش نكمل المعنى ديال الامنيه. هي واز اريستد باي ذا بوليس، هنا هي ويشز، غنقلبوا على الفيرب هو واز، الفيرب هو واز، واز مصرف ان ذا باست، بالتالي هادي ويشز ان ذا باست، بالتالي غنطبقوا هاد القاعده هادي، يعني الويش او الاف اونلي بلس سبجكت بلس ذا باست بيرفكت اللي هو هاد بلس باست باست، يعني هنا غنديروا هي ويشز هي had not plus the past participle ديال was اللي هو been. He wishes he had not been arrested by the police. الطريقة باش كتكد التمارين ديال الويشز. My brother didn't keep his room clean،
غنقلبوا على الفيرب اللي هو didn't keep كامل. didn't keep هو الفيرب، الفيرب المصرف مصرف سيمبل باست، لحقاش عندنا did، بالتالي غادي يتصرف في الباست بيرفكت. اذا نقولوا I wish، subject هو my brother، هو هذا في الاول ديال الجملة. I wish my brother had plus the past participle ديال keep ليا kept his room clean، بكل بساطة. اذا كما قلنا في البرانسيب، يعني الحاجة اللي مهمة في هاد الويشز بحالها بحال الكونديشنال تايب 3، اذا كانت جملة نيجاتيف خاصها ترجع بوزيتيف، يعني كانت نوت خاصك تحيدها، ما كانش خاصك تزيدها. اول حاجة كديرها كتقلب على الفيرب كتشوف واش مصرف، ملي كيكون مصرف في البريزنت هذيك واش از ان ذا بريزنت، يعني غتصرف في سيمبل باست. الا كان مصرف في سيمبل باست هذيك واش از ان ذا باست، تصرف في باست بيرفكت. بالنسبه للمعنى ديال الجمله، الا كانت بوزيتيف كما قلنا غترجع نيجاتيف، كانت نيجاتيف غترجع بوزيتيف. حاجه اخرى، ردوا البال مع نوت، الا كنتوا غتزيدوا نوت ردوا البال مع الفيرب. الا كان الفيرب، الا حنا غنزيدوا نوت من عندنا، الا كان الفيرب كيتماشى مع هذيك نوت ماشي مشكل، يعني كان هاد او لا يعني هاف او لا هاد او لا فيرب تو بي او لا فيرب تو دو او لا المودل فيرب هانيه. ولكن الا كان الفيرب اخر من غير هادو تيخصك تزيد واحد الاوكسيلاري، واحد الفعل ثانوي اللي كيتماشى مع نوت. اللي ما فهمش مزيان يرجع للدرس ديال النيجيشن او الاوكسيلاريز، راه فيه كلشي. وكان هذا هو الدرس ديال الجرامر اللي هو الويشز. تلقاو ان شاء الله في درس جديد وبالتوفيق للجميع.